مشاهدينا، وللحديث عن كارثة انهيار بناء المختبر الوطني في منطقة الكرادة ببغداد وتداعياتها، معنا الكاتبة والباحثة العراقية الأستاذة ثائرة أكرم العقيدي. مرحبا بك أستاذة ثائرة. أهلا وسهلا، حياكم الله. حياكم الله. ستة طوابق تابعة لبناء المختبر الوطني في منطقة الكرادة انهارت وأصبحت أثرا بعد عين، مخلفة ضحايا ومفقودين. ماذا تعني هذه الكارثة التي تكررت على العراقيين؟ طبعا الكوارث بالعراق لها بداية وليس لها نهاية. نعم. سنوات أجاف مرت من عام 2003 من دخول الاحتلال الأمريكي ولحد هذا اليوم، لا يوجد هناك أي قرار أو موقف إنساني دولي بهذا الخصوص، بخصوص هذه الكوارث اللي تحصل ومتتالية على مر هذه السنين. نعم. الموت في حياة العراقيين أصبح روتين ثابت، يعيشوا كل لحظة وبكل ساعة. أيضا العراقيين اليوم يجدون في عبارات الشجب والتنديب روتينا مملا ومقززا، وهم يرون الأجساد المتناثرة في كل موقف من مواقف اللي تحصل حاليا في آخرها هذا الكارثة اللي حصلت، انهيار المبنى. نعم. طبعا هذه طبعا هي بفعل أدوات الميليشيات اللي يتفننون بقتل الأبرياء، الميليشيات. نعم. والأحزاب. طيب، يعني تكرر هذه الفواجع في العراق وخصوصا في القطاع الطبي، يعني شاهدنا حريق مستشفى ابن الخطيب بغداد وفاجعة مستشفى الحسين، واليوم أيضا مختبر التحليلات الوطني، يعني لماذا القطاع الصحي بالذات تتكرر فيه مثل هذه الفواجع؟ هي جميع مؤسسات الدولة، يعني يذهب المواطن ليعيش فيموت فيه. نعم، جميع، نحن كما تعلمون جميع مؤسسات الدولة هي بانهيار. نعم. المؤسسة التعليمية، المؤسسة الصحية، المؤسسات الباقية. الانهيار اللي يحصل بالمنظومة الصحية بالعراق يزداد يوم بعد يوم. نعم. من حرائق المستشفيات خاصة أثناء فترة كورونا، وطبعا البنية التحتية المتهالكة بجميع مؤسسات القطاع الخاص بالصحة. نعم. ايضا بفعل الحروب المتعاقبة والفساد المنتشر هناك، سكان منذ سنوات طويلة يشكون من عدم تلقيهم الرعاية المطلوبة من قبل هذه المستشفيات الحكومية والتي تقدم خدماتها مقابل رسوم رمزية. نعم. ما يحدث في المنظومة الصحية في العراق شيء متوقع أمام فقد البنى التحتية وعدم وجود زيادة حقيقية في عدد المستشفيات مع زيادة عدد السكان. نعم. نعم. الكوادر الطبية، غياب الرقابة، المراقبة أيضا تعد أيضا هي أحد أسباب هذه الكوارث اللي تحصل. طيب، يعني اليوم نرى أن الأحزاب والحاكمة في العراق تصر على السيطرة والهيمنة على القطاع الصحي في العراق، يعني وتديرها. كيف يساهم هذا الاستحواذ على القطاعات الصحية، على المناقصات، على بناء المستشفيات في تردي هذا القطاع، رغم أنه لو نبحث عن ميزانية وزارة الصحة سنجد أنها مليارية، مليارات الدولارات صرفت عليها، ولكن كما ترين هذه القطاع خاصة القطاعات والمؤسسات الحكومية هي محاصصة من قبل الأحزاب والميليشيات. نعم. فهناك أشخاص يديرون هذه المؤسسات ليس مؤهلين نهائيا. نعم. يعني همهم الوحيد فقط الأموال والمنافع الشخصية. هيكلة وزارة الصحة حال بقية مؤسسات الدولة عبارة عن فساد مروع. هي منذ أكثر من 16 سنة تخضع لتغييرات أضعفت إدارتها، فرضتها معادلات المحاصصة الطائفية والحزبية والصراعات. نعم. السياسية. أكبر دليل على الفساد والصراعات الحزبية الإدارة الصحية من 2003 لحد هذا اليوم هي عبارة عن حرب داخل هذه، صراعات مستمرة في سبيل الحصول على منافع خاصة من قبل الأحزاب ومن قبل الميليشيات. المسؤولين نفسهم بيناتهم هناك صفقات بالمليارات. نعم. بالتأكيد. نعم. طيب، هنا يعني بعد كل كارثة وفاجعة في كل القطاعات ومن ضمنها القطاع الصحي،
ترمى المسؤولية على التحقيقات وعلى لجنة تحقيقية. اليوم يتم التملص أيضا من فاجعة مختبر التحليلات، والكل تملص ونأى بنفسه عن المسؤولية، حتى من ضمنه الكاظمي، ودعا إلى تشكيل لجنة لمعرفة ماذا حصل. ماذا عن التحقيقات السابقة؟ هل خرجت بنتيجة حتى تخرج بنتيجة اليوم؟ كيف ترين الموضوع؟ أي فساد يحصل، أو مثلا هناك لجنة نزاهة، دائما دائما تقدم أطروحات وتقدم أوراق وتقدم وثائق. وثائق تدين الجهة الفلانية والجهة الفلانية، نرى أن أصحاب هذه الجهات تخرج مثل الشعرة من العجينة. اليوم نحن ما زلنا أمام حكومة ترفض الإصلاح بكل زاوية به. تواصل الفساد تزيد من يعني تقول باللغة العملية القاسية الفصيحة الواضحة وغير المسؤولة أن الشعب غير محق في مطالبته، مطالب بحقوقه، وليس له حق العيش بكرامة، وليس له حق أن يعيش بحياة كأسوة بباقي البلدان. نعم. طيب، بالتطرق إلى قضية المختبر الوطني، البناء هذا البناء تم إنشاءه في عام 2020 والآن أصبح ركام، تهدم تماما. يعني ما الضامن من عدم تكرار مثل هذه الفواجع مرة أخرى، وهو لم يمضي عليه سوى سنتين بناء بهذا المستوى، ولم يمضي عليه سنتين انهار. أنا ذكرت أنه الصفقات السياسية اللي تحصل، صفقات المحاصصة، هي تعطى لأشخاص محسوبين من أقارب المسؤولين وغيرهم، همهم الوحيد فقط جمع المال. لا يبغون لحياة المواطن. الحكومة مع أحزابها لديها استعداد الكامل أن تبيد الشعب العراقي ولا تسلب الكرسي. حكومة تبحث عن السلطة بأي ثمن، وميليشيات وأحزاب تريد الهيمنة على العراق. طيب، يعني في عملية الإنقاذ التي يبحثون فيها عن الناجين، تتأخر سيارات الدفاع المدني بذريعة إغلاق الطرق. يعني بعد أن يسقط المبنى بسبب الفساد يبحثون عن ناجين فلا يجدون، وتتأخر سيارات الدفاع المدني. هذا ما وجدناه بكثير من الكوارث. هناك كارثة المزار قبل شهرين اللي حصل، نفس الحالة حصلت، العوائل تحت الركام بقت. الحكومة لا تهبأ بحياة المواطن. الحكومة لو كانت تهبأ بحياة المواطن لما أسست هذه المؤسسات اللي جمعت من كل العراق فاسد ووضعته في هذه المنظومة الحكومية. الحكومة اليوم، السياسة التي حكمت العراق منذ الغزو الأمريكي متمثلة في سلسلة من عمليات تقسيم الغنائم واستفحال الفساد، وأغلب السياسيين والأحزاب متورطين في هذه الغنائم وهذا الفساد. هناك أيضا مبدأ الاستفادة، الميليشيات الإيرانية مبدأ الاستفادة، حيث أن انتعش اقتصادها من موارد العراق، فهي تصدر للعراق كل ما هو فاسد. من طبعا هذا البناية اللي انهدمت حسب ما قيل انها الحديد اللي استورد من ايران. واستورد بصفقات مليارية، يعني صفقات باهظة الثمن. وكان هذه ليست المرة الاولى، وليست المؤسسة الصحية، هناك مؤسسات عديدة تستورد من ايران. ايران تصدر للعراق كل ما هو فاسد، كل ما هو يضر بالمواطن، كل ما هو يقضي على حياة المواطن. إيران بنت اقتصادها من خيرات العراق. هي تصدر لنا كل ما هو أيضاً المخدرات. حتى المخدرات. طيب، هنا اليوم تظاهرات استؤنفت في بغداد وفي المحافظات العراقية، والمتظاهرون أصبحوا صراحة يقولون ويرفضون التدخلات الإيرانية. إلى أي مدى يجد المتظاهرون اليوم أن التظاهرات فيها خلاصهم من إيران والفساد وما جلبته أمريكا للعراق؟ طبعا اليوم الضرورة الملحة في ظل تمادي المتنفذين وتفريطهم بحقوق الشعب والوطن، في ظل استمرار الفساد الحكومي وانتهاكات
حقوق الإنسان وتحطيم البنى التحتية المتعمدة من قبل الميليشيات العميلة، أصبح لابد من إعادة بناء المجتمع مجتمعاً اقتصادياً وفكرياً واجتماعياً. دماء الشهداء، دماء شهداء تشرين الزكية ستبقى تنادي الأحرار والشباب بأن يكونوا على قدر المسؤولية والواجب الواجب الوطني الملقى على أكتافهم لتغيير الأوضاع القائمة في العراق بعد سيطرة الميليشيات الموالية لإيران على مفاصل الدولة، جميع مفاصل الدولة السياسية والاقتصادية. والشباب اليوم ينتفض من أجل استعادة الوطن والدولة المخطوفة. اليوم نحن بحاجة إلى شباب يكون واعي قدر الإمكان، يكون مفكر بأنه هناك وطن يسلب منه من جميع الجهات. هناك جيل كامل سيأتي بعده، إن لم نتلاحق هذه الأمور ستتحطم كل الأجيال القادمة. كيف ترين استئناف التظاهرات بعد كل القمع من 2019 وإلى أشهر قليلة مضت؟ شباب ثورة تشرين طبعا رحم الله شهداء تشرين، إحنا في الذكرى الثالثة لهذه الانتفاضة الباسلة. الثورة التشرينية لن تموت، ستستمر بسواعد شرفائها، بسواعد أبطالها، بسواعد كفاءاتها، من طلبة، من أكاديميين، من أساتذة. الثورة قائمة ما دام هذه الحكومة، ما دامت هذه الحكومة قائمة، الثورة قائمة لإبادة هذه الحكومة. شكرا لك الشكر الجزيل الأستاذة فائرة أكرم العقيدي، الكاتبة والباحثة العراقية، شكرا لوجودك معنا. عفوا.